عشان يبقى فيه بيزنس او فيه بيع لازم يبقى فيه ريليشن. زمان ما كانش الموضوع كده قوي، ما كانش الريليشن والكونكشن هي اللي بتخلي البيزنس يجرو اج ويخلي البيعه بدل ما هي ب 4 مليون ب 40 مليون وبدل ما هي ب 40 مليون ب 400 مليون. الريليشنز هي اللي بتعمل كده، مش الليدز زي ما قلنا قبل كده. عشان البيزنس يجرو كمان لازم الريليشن تجرو. يعني انت بتشتغل في اندستري بتاع التصوير، يبقى انت لازم يبقى عندك علاقات بكل الناس اللي في المجال بتاع التصوير. لازم تبقى بتجاملهم وبتقبل منهم مجاملاتهم، لازم تبقى بتروح لهم وبتخليهم يجوا لك، لازم تبقى بتخرج معاهم، لازم يبقى عندك ريليشن وكونكشن بيه، ولازم يبقى عندك ريليشن وكونكشن بالكلاينتس بتاعك اوفر يو كان ايفر ايماجين واوفر يو كان ايفر مثلا استيميت او تحط لنفسك حق. انا مش صاحبه يعني مش هخرج معاه بالليل، لا حضرتك لو مش صاحبه مش تخرج معاه بالليل، مش هتبيع له بيعه ثانيه بقى وثالثه ورابعه وخمسه وسته، سيبك منه هو، مش هتبيع لاصحابه، مش هتبيع للكوميونتي بتاعك، وسيبك من البيع، مش هتكبر البيزنس. الناس مش هتشتري لما تثق فيك بس، ده لما تثق فيك وتحبك وتبقى عندها علاقه معاك كمان. فلما انا اثق فيك واحبك ويبقى عندي معاك علاقه مش هشتري منك مره، انا هشتري منك 13 مرة. انا بثق فيك كده كده انت بتدليفر الشغل، انا بحبك كمان فببقى عايز اشوفك وعايز اقعد معاك وعايز اشتغل معاك. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، تلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.